أنا كم مرة بدي أقول لك إنه أخوكي مطيع مالي مجبور فيه وبيأكله، ولا عامل لي هذا البيت خان سري مري سري مري، بياكل بيروح. تقبرني طول بالك أخي عزابي وماله غيري بعد رب العالمين. لا شو هالحكي عيني؟ عمو أنا مالي مجبور بأخوكي، بتفهمي لقيني حل هذا العواطلي. شان الله تقبرني. روق وطول بالك، لا تكسر بخاطر هاليتيم. لا هلا هذا يتيم والأخصار عد الجحش، بتقولي لي يتيم؟ السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمور عمي؟ عاوزك موضوع صغير إذا ما في أسئلة. إيه على عيني، شرف عمي شرف. يلا عمي، أنا عم دور على شغل، يعني ما بعرف إذا بتقبلني شغيل عندك. هذا مؤاخذة لك عمي، أنا هون ما عندي شغل غير العتالي. معلش عمي، اشتغل. أنا مع مرجي، يعني بشتغل يوم وبوقف جمعتين، بس خلص بشتغل شو ما بتأمرني بشتغل. حضرتك من شاملك عمي. شلون لكان؟ من الصالحية. أبشر عمي، من هلأ بتبلش شغل عندي وراح حاسبك كل يوم بيومه. عن جد عم تحكي؟ الله يكتر خيرك، الله يكتر خيرك. الله يرضى عليك يا ابني، قوم خود أشوال الحنطة على بيت المختار. ايه؟ وين البيت المختار؟ ما بيضيع عمي، مين ما سألت بيدلك وين بيت المختار، تكل على الله. أمرك معلم، يلا. اللي بالصدر. أمرك. تقيل عمي على مهلك، ها تقيل كثير. يلا امرك معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالريحة الأكل الطيبة؟ يا مو عزيز؟ يا يامو؟ تقبرني يامو، روح جيب لنا الخبزات من الفرن. يلا يا بطل. بعت لي حمى عليك يا ابني، رح تربى يتيم بلا سند. اصلا انا مو مصبرني على عيشتي غيرك. يا رب يا رب تفرج علي وعلى ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب سامحني يا رب. شيخي مشان الله سامحني، والله العظيم ما كان قصدي. يعني صار عمري هالعمر ولهلا ما تجوزت. بوس ايدك شيخي، قل لي شو اعمل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. مشي معي على الجامع، مشي. استغفر الله. مشي لنشوف شو بدنا نسوي. شرف. شرف. استغفر الله. انا عندي مشكلة يا شيخي وطالبة مشورتك. تفضلي يا بنتي. انا ارملت ابو عزيز الصايغ. انعم واكرم. شاء رب العالمين اني اترمل وانا لساتني صبية. وعندي ولد صغير عم ربيه. بس مثل ما بتعرف يا شيخي انه الطفل بده رجال يدير باله عليه ويهتم فيه ويأدبه ويكون له سند. المرحوم ترك لي ورثة كبيرة، بس يعني شو فايدة المال اذا ما في جسر ببيتي يحميني ويرعاني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لله في خلقه شؤون. شيخي انا بكل ركعة عم صلي عم بدعي لرب العالمين انه يبعث لي ابن الحلال اللي يصونني ويسترني ويسددني. يبدو يا بنتي انه الله استجاب دعائك. شلون شيخي؟ ما فهمت عليك. في عندي إليك شاب آدمي وابن حلال وشغيل وتعيب، بس مشكلته انه فقير. الفقر ابدا مو عيب اذا كانت اخلاقه منيحة. اخلاقه منيحة وعلى ضمانتي انا كمان. تقبلي تتجوزي؟ إذا على ضمانتك أكيد بقبل. إذا على خيرة الله. تفضلي. اللي كريته محل ما يسري يمري. صحة وهنا تقبرني. على قلبك. الله ما أطيب هالأكلام. مجد عم تحكي؟ إيه والله. سلم إيديك يا رب. دو هديك. شو بك ابن عمي؟ ليش ردت؟ بتعرفي يا بنت الحلال؟ بني آدم مخير بكتير أمور، يا بالحلال يا بالحرام. إن شاء الله بيقبرني ابن عمي ابن الحلال. بس بالحلال غير.